مع العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك، لا تزال أسعار الأضاحي في ارتفاع محسوس حسب ما وقفت عليه قناة الشروق نيوز في سوق المواشي لبلدية مثلي الشعانبة في ولاية غردايا. أسعار كبيرة، حية كبيرة تاع سوما، وغير التجار في دم المال، مواطن مازال ما شراش، قيسهم يروح، جات حية غالية. نحن على مقربة من عيد الأضحى، فالأسعار مرتفعة جدا. داوي الدخل الضعيف يعني من 5000 دينار جزائري إلى 4000 دينار جزائر، مستحيل أن يشتري، مستحيل أن يستطيع أن يشتري أضحية العيد. فيما أكد عدد من الموالين أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى دور السماسرة وبعض التجار في عملية تحديد سعر الأضحية، مناشدين السلطات إلى دعمهم. الموال موش يبيع فيه غالي، الموال يبيع فيه بسومة فاخذة، ما يفوتش 3 ملايين 4 ملايين، كي يلقى لي بعد ب 4 ملايين، والتاجر يقرسو 6 شهور ولا 7، يزيد له الاسوام، يزيد له العلف القالي، هذا يشري في الشعير بنقولوا فيها ب 600000، المخاله ب 450، تزيد طلع الكور تاع الشاذ ذاك الحيوان ذاك. ولكن هو اللوم دايرينه في الموال، هو مش في الموال، لا اللوم في قلاوه العلف وفي التاجر. احنا نطلبوا من الدوله ان شاء الله، رئيس الجمهوريه راه اهتم بالفلاحه، يعاون هاد الموالين، راهم مساكين في رقبنا من العلف راه ما كانش، هاك تشوف الناس تبيع فيه رزقها، تبيع فيه خروف، هاك صغير هاك تبيع فيه الخروف. الثروه راها قاضيه تروح، الثروه هذه راها قاضيه تنقارض خلاص، وماذا بينا نطلبوا من الدوله يا ودي تقصب ليها، يكون ما تقصب لهاش راها ما تلقى والو. وحنا المشاكل نتاعنا العلف قالي والمصروف قاعد تاع الزوايا القالي. نهضوا على الموالين يوديها مقبونين نزهه صحاب القلم، مقبونين 100% مقبونين، المصروف قالي، العلف قالي، البقاع قاليه، كلش قالي عليهم، كلش راهم حاتحتينهم والله ما قاي يطيبوا فيهم. حنا طيبتنا التجار لا تجيب الماكله طيبتنا، ماهيش برحمتنا كاع، الرحمه كاع ما كانش سيدي. بالرغم من وفره المواشي بمختلف الانواع، لكن لا يزال سعرها مرتفع، يتطلب تدخلا عاجلا للسلطات لفرض الرقابه على سماسره السوق والعمل على الوقوف الى جانب الموالين خاصه في المناطق الصحراويه.